السلام عليكم، كيفكم؟ شباب ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وبتحديث جديد للعبه ترك سيميليتر التيميت. والتحديث يا جماعه الخير عباره عن اصلاحات كامله للعبه، يعني تغيير الفيزيائيه تبعت الشاحنات وبنفس الوقت تصليح المشاكل واللاج والتقطيع وهيك اشياء كانت موجوده في اللعبه، فحاليا تم التعديل عليها بشكل كامل. فرقم التحديث 1.3.4، بامكانكم تروحوا تجربوا التحديث اذا كان فيه مشاكل ولا لا. طبعا يا جماعه الخير اليوم كمان حابب اجرب شاحنه يعني مسحوب عليها بشكل كامل، وقلت لكم هذا الشيء بمقطع سابق انه في شاحنه راح اجربها ان شاء الله في المقطع الجاي. والشاحنه يا جماعه يمكن كثير ناس ما جربوها، فراح ندخل نجربها ونشوف شو وضع مع بعض وناخذ عليها حموله. فبدايه يا جماعه الخير، لا تنسوا تصلوا على النبي، لا تنسوا اللايك شير وفيزر تسحب صوتكم كل جديد، ولا تنسوا حسابات الموجودين بصندوق الوصف. والله يا جماعه بترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. ومثل ما شايفين يا جماعه الخير جبت لكم الشاحنه اللي ما جربناها سابقا ابدا، فانتوا اذا جربتوها اكتبوا لي في التعليقات. طبعا يا جماعه الخير اللي هي الفولفو اف اتش 16 مثل ما شايفين عليها لوجو. طبعا اللوجو هذا بيظهر بالمودات اللي موجودين في قلب اللعبه، بامكانكم تضيفوهم من قائمه مودات اللعبه الاساسيين، عرفتوا كيف، الموجودين في الموقع. فحاليا يا جماعه الخير عندنا حموله اللي هي حموله انابيب، راح نروح نركبها مباشره، بس خلينا نورجيكم الشكل الداخلي. مثل ما شايفين هذا هو الشكل الداخلي، ان شاء الله يكون حلت مشاكل الموجوده في اللعبه وظبطوا لنا اياها تظبيطها حلوه. يعني على طول بتلاقي بنزلوا تحديثات بس بيجيبوا العيد، فهالمرة ان شاء الله يكون يعني تحديث مرتب وما فيه مشاكل. ارجع يا معلم ارجع، ايوه ارجع 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 ارجع، ايوه 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 كمل، كفو كفو يا عين عليك، نزلت في ارضه. طبعا حمولتنا تقريبا 10 كيلومتر او 12 كيلومتر، مي بعيدة كتير، وان شاء الله تستمتعوا في المقطع واعطونا رايكم في التعليقات. كما شايفين هاي هي الفولفو، اهم شيء انه ركبنا الجي بي اس لان الشاحنه ما فيها جي بي اس، عرفتوا كيف. يلا غماز لعلك، كونتينيو ستريت يا عين عليك. كما شايفين والله الشاحنه حلوه وثابته على الارض، بس اللعبة ان شاء الله ما يكون فيها تعليق تكون فيها مشاكل. وقفنا الاشارة معلم، وقفنا على الاشارة وخالفتونا، شو القصة؟ طلعوا لسه ما تعديت الخط، في عندهم مشكلة هدول الجماعة، روح قلبهم معلم روح قلبهم يخالفوا العالم، ليش هيك؟ والله وقفت على الاشارة، يلا مو مشكلة هي 250، نشوف اللي بعده يا ترى راح يخالفونه ولا لا. بدي اعدي اذا بتكون مو اشاره خضراء، اذا بتكون حمراء وبرتقانيه وشو ما بده يكون يكون. لا 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 جلس جلس جلس، ايوه بدنا نزموه، لا باس فيه. ما شايفين الاكسسوارات شيء على العالم، شايفين اكسسوارات الشاحنه عن جد حلوين. لاحظ هدول الايموجيات وال وكوليب الكلب الصغير شايفينه؟ تلاقي بيهز وقت اللي بتتحرك وكذا. هاين عليك دخلة حلوة. فيزيائية تبعت الشاحنات ما حسيتها تغيرت، ما بعرف شو هو التحديث بالضبط، ما بعرف يعني قال تغيرت فيزيائية الشاحنات مثل ما هو، انا برأيي ما عدلوا شيء. وبالنسبة للمشاكل أو الأشياء اللي صلحوها صراحة يعني سابقا المقطع السابق إذا شفتوا بحمولة الإسكانيا كان الوضع يعني بالنسبة لي كان أفضل، كان التقطيع وحركة اللعبة كانت أفضل من هلأ من بعد التحديث. فهل هذا الشيء عندكم كمان موجود ولا لا؟ ما بعرف. ما شايفين قدامكم يا الحادث، شو هذا؟ شو الحادث هذا؟ يا رب قربنا نوصل، لا تأخذنا معلم خبطناك في الغلط. طبعا اللي ما شاف الحلقات السابقة شوفون في القناة، في كثير أشياء حلوة إن شاء الله مظبطينكم ياهن.
تربطونا باللايكات وبالاشتراكات، خلونا نوصل 200,000 مشترك بأقرب وقت. ربي يسعدكم. في بعض اللاج البسيط، هذا الشيء من التحديث يا جماعة، صراحة هذا الشيء من التحديث قبل ما كان موجود صراحة. لا بأس فيه، يلا ما بيأثر، نعتبر حالنا جربنا الشاحنة. الله، خبط يا حبيب خبط. ما هو مشكلة أبدا. Exit right. انزل يا حبيبي. يلا أخوي يلا يلا، عجل عجل عجل. شو بتعمل أنت؟ شو بتنتظر؟ يا رب. Turn right. معلم شو قصتهم هدول مع الإشارات؟ شو قصتهم؟ يا أخي كنت بدي أوقف على الإشارة، شفتها خضرة، يعني أنت ما لمحتها خضرة، يعني أنا صراحة لمحتها خضرة، بعدين بتخالفوني ليش؟ يلا ما بيأثر، أهم شيء إنه وصلنا الحمولة بسلام وأمان. حلو، تعال نشوف. فلان ياها بهالشكل هاد. والله يا جماعة مثل ما شفتوا بهذا المقطع جربنا شاحنة الفولفو اف اتش 16، ان شاء الله يكون عجبتكم. قيموا لنا الشاحنة من 10 حبيتوها ولا لا، وانا برأيي الشاحنة عن جد كتير حلوة، انصحكم تجربوها. بالنسبة للتحديث صراحة صار فيه مشاكل اكتر من السابق، فتحياتي لكم، ولا تنسونا بالصلاة على النبي، لا تنسونا باللايك شرط وفزر تصحب صحبكم كل جديد، ولا تستعبون حسابات موجودين بصندوق الوصف. والله يا جماعة بترككم بأمان الله وسلام.